صحيح كارينا كابور هي في الأصل مهندسة. كارينا درست سنتين في كلية الاقتصاد، لكنها بعد ذلك قررت أن تكون محامية وانضمت لكلية الحقوق، لكن بعد سنة بس تخلت عن الدراسة مقابل دخول عالم بوليوود. ومش بس كارينا اللي ضحت بالدراسة من أجل الفن، نجوم كتار قاموا بهالخطوة مثل إيشواريا راي وسونم كابور وديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا وأكشاي كومار وكانجنا رانوت وكاترينا كيف وسلمان خان وأمير خان. كل هالنجوم ما عندهم أي شهادة جامعية، وحتى آليا بهت في عمر 18 سنة غادرت نهائيا الدراسة مقابل دور البطولة في فيلم ستودنت اوف دير. وبالمناسبة لا تنسوا فيلم آليا مع نجم الشهر شاروخان دير زندقي، واللي راح يعرض يوم الاثنين 15 نوفمبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وكمان هالأسبوع راح يعرض لأول مرة على ام بي سي بوليوود فيلم أرجون باتيالا يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، اللي هو كمان بطل الممثل ديلجيت دوسانج حاصل بس على شهادة البكالوريا وضحى بدخول الجامعة مقابل دخول عالم الفن. وكمان راح يعرض فيلم نافابزادي يوم الأحد 14 نوفمبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وكل أبطال هالفيلم من النجوم الشباب تخلوا عن حلم الشهادة الجامعية مقابل دخولهم عالم النجومية. حتى بطلة مسلسل قدر الأجمل أكشيتا مودغال هي كمان حاصلة بس على البكالوريا وتخلت عن إكمال دراستها بسبب حبها للفن منذ الصغر.